السلام عليكم جميعا، يا اهلا وسهلا فيكم. نبدا. اوكي، في البدايه اعرف عن نفسي. ما شاء الله في وجوه مره جديده. انا اسمي نوف الصديق وانا مستضيفه كريتيف مورنينجز الرياض. في البدايه اعطي نبذه بسيطه. اتوقع الناس اللي كل شهر موجوده نفس النبذه، ولكن للناس الجدد، كريتيف مورنينجز هو عباره عن منصه عالميه موجودة في أكثر من 190 مدينة في العالم. بدأت في نيويورك من 2008 من الكوفاوندر تينا إيزنبرغ. هي من عشاق تيدكس، وهي ملقبة بسويسمس، ما أعرف إذا أحد يعرفها. قالت ليش ما أسوي شيء شبيه لتيدكس ولكن بشكل دوري، بشكل شهري. وبدأت أنها كانت تدفع من جيبها $150. بدأت تلاقي إقبال كبير من الولايات الثانية بأنهم بيجوا لنيويورك بروكلين تحديداً عشان يحضروا هذا التوك. كانت تجيب 20 إلى 30 دقيقة سبيكر يتكلم عن موضوع معين. هذه المواضيع تختلف من شهر إلى شهر، تكون لها علاقة بالحياة أكثر من أنها متخصصة لمجال معين. بعد كذا فتحت أبليكيشن وصار يعني الانتشار حول العالم. فتقريباً دحين صار لنا 10 سنوات ونص، وصلنا ل 197 مدينة. المانيفستو حق كريتيف مورنينجز everyone is creative, everyone is welcome. نحتاج بس فولنتير يقرا المانيفستو حقنا. هو كان فولنتير. اوكي، ناخذ هنا جمله وهناك جمله. A creative life requires bravery and action, honesty and hard work. We are here to support you, celebrate with you, and encourage you to make the things you love. اوكي. We believe in the power of community. We believe in giving a damn. We believe in face-to-face connections and learning from others in hugs and high fives. Free volunteer, come on. Okay. We bring together people who are driven by passion and purpose, confident that they will inspire one another and inspire change in neighborhoods and cities around the world. Everyone is welcome. بالضبط، هذا المانيفستو. فاحنا نحاول انه نجمع المجتمع الابداعي في مكان واحد عشان نتعرف على بعض، ومن هذه من هذه نقطه التعرف يبدا انطلاق سواء كانت مشاريع او individuals. اوكي، زي ما قلت عندنا الحين هذا الشهر فتحت مدينه جديده، فصرنا 197 مدينه. تقريبا 20,000 من الحضور بالشهر قاعد يحضر Creative Mornings Worldwide. الهيد كوارتر تيم، ثانك يو سو ماتش. هم 24 ساعه معانا اذا صار اي تكنيكال سبورت او كان عندنا اي سؤال لسيام. اوكي، اول شيء كريتيف مورنينج كله قائم على التطوع، فلولا الله ثم المتطوعين مني انا كهوست وكل اعضاء الفريق ما كان كريتيف مورنينج صار. فنعطيهم تحيه. سارة، نورة، فاطمة، سارة، آلاء، جهاد وعبير، عنود، الجوهرة ونورة، شكرا لكم. وأكثر شخصين بيتعبوا عبد الرحمن وفيصل، شكرا لتغطية اليوم. The amazing محمد خنين، شكرا for entertaining us اليوم. اوكي، كريتيف مورنينج كله قائم على الرعاة. كل اللي انتم قاعد تشوفوه اتس جينيروسيتي منهم، يا انهم بيقدموا لنا فند يا انهم بيقدموا لنا سيرفيس. فمن اوائل الداعمين لكريتيف مورنينجز وورلد وايد هم ميل شيمب، وهم اساس انهم قاعدين ينتشروا حول العالم. فثانك يو ميل شيمب. ادوبي كمان من اوائل السبونسرز لكريتيف مورنينجز، وورد بريس كمان. بالنسبة للمحليين، هلام اور فيرست سبورتر كانوا مدينة الرياض. تقريبا بدينا احنا من 7 شهور، هذا 8 شهر لنا، فنقول لهم ثانك يو. بالنسبة لكريم، كل شهر عندنا برومو كود CMRUH تقريبا يوصل لين 15% خصم من والى كريتيف مورنينجز. انوفر اور كريتيف ايجنسي، ثانك يو.
محتوايز بيقدمونا تقريبا كل شهر مقالات related للثيم دائما تشوفوها في البيج عندنا وفي السوشيال ميديا. Koyar, thank you for caffeinated us اليوم. وادي الأعمال, thank you for hosting us. نسكافي من كمان أوائل داعمين لنا. كيوبي كمان thank you, اليوم جاهزين لكم هدايا للحضور فلا تنسوا تمروا عليهم. فتنس كمان thank you, اليوم أكلتونا وأوبتي فاست. أوكي, من الستيشنز الموجودة برا عندنا اللي هي الهيدن تالنتس. أكثر ما شاء الله ناس ماشيين في الماركت الآن الجرافيك ديزاينرز, فبدينا يعني كمية ستارت ابس وشركات يبغوا يوظفوا جرافيك ديزاينرز مرة كثير. فأي أحد من حضور جرافيك ديزاينر بليز حطوا الكونتاكت انفورميشن في الهيدن تالنتس, وأي أحد عنده أي تالنت ثاني بالعكس إحنا ككريتيف مورنينج ممكن نحتاجكم يوم من الأيام, وكمان الشركات الثانية لسه بتسأل فشاركونا إياها. طريقة التسجيل which is كمان أكثر سؤال يجينا, كيف؟ يا إنه عن طريق السوشيال ميديا حتلاقوا اللينك في البايو, أو تقدروا تكتبوا Creative Mornings تروحوا للمدينة اللي أنتوا فيها الرياض, بعد كذا more information وregister. الشيء الثاني, في ناس جدا زعلانين إنهم في الويت ليست, أنا مرة أعتذر ولكن قاعد نحاول إنه نكبر الكوميتي على قدر المستطاع, ولكن تعرفوا الأماكن محدودة, فأي أحد ما يقدر يجي بس هو ريليس بالطريقة هذه, يعني كنت تدخل على البروفايل ريليس أو عن طريق الإيميل اللي يترسل. أوكي, صفحة الرياض تقريبا كل شهر بننزل ريكاب عن الشهر اللي فات, والتالنت اللي تكون محطوطة كمان نحطها في البيج مع الكونتاكت انفورميشن, فأي أحد يحتاج أي شخص ممكن يلاقي الكونتاكت موجود. عندنا كمان ستيشن ثاني اسمه محطة التعاون أو كولابوريشن ستيشن. أي شركة ستارت اب أو حتى لو شركة كبيرة محتاجين أحد بس تكتبوا اسم البروجكت, الكونتاكت انفورميشن والديسكريبشن حق المشروع وايش تحتاجوا بالضبط كرم. بعدين اي شخص من Creative Mornings من الحضور مروا على الكولابوريشن ستيشن, وممكن احد منكم مصور رسام ايا كان الشخص المحتاجينه, فاحنا ككreative morning بس حلقة وصل بين الشركة والانديفيدجوالز اللي قدموا. اوكي, من شهرين بدينا حاجة اسمها بوك سواب ستيشن. لقينا والله ما شاء الله الناس قاعد تقرا كثير وقاعد ياخذوا الكتب, فبدل ما نخليها في البيت نجيبوها, ممكن الناس تستفيد. فبس تقدروا تكتبوا يعني كرييتيف نوت من البداية عشان الشخص اللي حيقرا بعد الكتاب, وممكن نستخدم هاشتاج سي ام امباكت عشان نكون وورلد وايد تضامنا مع الاذر سيتيز. في فقرة اسمها 30 second pitches, حنختار 5 اشخاص بعد التوك. اذا عندكم منصة حابين تعلن عنها, بزنس ايا كان, بس ارفعوا يدكم وحنطلع 5 بعد التوك ان شاء الله. مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وانستغرام هو اكثر يعني مكانين احنا اكتف فيهم, الاكاونت رياض underscore cm. اوكي, الحين شويه حنسوي حنتحرك, ف stand up if this is your first creative mornings. ما شاء الله, ان شاء الله اشوفكم كل شهر كمان. اوكي, stand up if you're carrying a water bottle. اوكي, تمام. ثيرد, if you have met the person sitting next to you. يفضل يكون شخص stranger مو شخص تعرفوه بس ولا احد. اوكي, هناك 3, تمام. We're gonna spread the networking اليوم ان شاء الله. ايه؟ يس؟ اوكي. اوكي, اودينس انجيجمنت, الناس اللي ما تعرفوا يتعرفوا على الشخص اللي قدامهم. عندنا دقيقة ونص.
كنت دائما نلاقي يعني ناس ساكتة ما تتكلم بس ما شاء الله آخر three events بالعكس كملين بعد دقيقة ونص. أوكي. ثيم هذا الشهر هو water الماء. ناخذ معلومة عن الموية. أول شيء هي طبعا من أهم مصادر الحياة طبيعي. إيش كمان في أحد؟ في معلومة غريبة عرفتها بس ما أدري صح ولا لا، إن السباحة صعبة في النيل أو almost impossible يعني صح ولا لا؟ صح؟ صح. والحلوة سباحتها أصعب من الموية المالحة عشان كثافتها أعلى أقل. شفتي؟ يعني مرقة. Interesting. Okay. ذكرت في القرآن وجعلنا من الماء كل شيء حي. كمان. جسم الإنسان 60% موية. إيش كمان؟ إيش؟ 70% من الأرض موية. شيء ثاني؟ عشان نكون worldwide CM Water CMRUH واختاروها مدينة بيرث. احنا الثيمز يختاروها كل شهر مدينة، يعني احنا رقم 188 فبعد 108 يعني لما نوصل تقريبا بعد 9 سنوات شوية احنا اليوم حنختار الجلوبال ثيمز ان شاء الله. اوكي متحدثتنا اليوم نوف العصيمي. أول شيء نقول لها شكراً، جت من جدة للرياض عشان تحضر التوك وتكون سبيكر. هي ملقبة بريتسي سيتيزن، هي من مواليد الضايف، درست توريزم مانجمنت في مانشستر يو كي، وهي مدربة معتمدة للغوص من اتحاد محترفين الغوص، وتحمل الرقم القياسي المحلي للأكثر عمقاً من الفتيات السعوديات. نحييها. صباح الخير جميعاً. طبعاً أول شيء أحب أشارك إحساسي مع الجمهور، شوي متوترة أتوقع طبيعي public speaking. بالنسبة لي أكون مع الشاكس تحت الموية أهون بكثير ما أكون والله. تمام. فاليوم طبعاً أشكر لما وأشكر Creative Morning على الاستضافة هنا، وأول مرة لي الصراحة في الرياض، والصراحة ما شاء الله الرياض رهيبين يعني. طيب نبدأ اليوم إن شاء الله زي ما قالت لما إن شاء الله التوبيك حقنا حيكون على الووتر. فهنا خلاص عرفت عليه لما ما قصرت. طيب هنا شوية في فاكتس على الموية حنعرفها زي ما تفضلنا وقلنا. طبعا زي ما قالت هنا رنا إنه فعلا إحنا الأرض وأكثر من 70% متغطية من الموية، فلو جمعنا الكرة الأرضية اللاند مع بعض كلها هيكون شكل الأرض زي كذا. تمام. عندنا ثاني فاكت انه يعني لو الاتموسفير في مويه، لو جمعنا كل انهار العالم مع بعض ما تيجي قد المويه اللي موجوده في الهواء اللي احنا بنتنفسه. تمام. وعندنا كمان فاكت اخيره اللي هي يقول لكم بنستخدم 2641 جالون مويه لصناعه جينز واحد. فا اوكي طيب كيف احنا كبشر كونكتد في المويه؟ تمام. او احنا كاوقات كدايفرز دائما نحارب انه نبغى نحافظ على البيئه وما نبغى نستخدم بلاستيك، مو يعني ما هي صيحه وكذا احنا نسوي نفسنا يعني احنا انفايرمنت يعني نبغى نمشي مع يعني كل يعني نبغى اتنشن من الناس، عارفين لما يطلع شيء جديد وكل احد يدخل فيه. لا الصراحه عندنا احنا الناس ممكن تفكر انه الاكسجين بيجينا من الزرع ومن الطبيعه، الاكسجين بيجينا اكثر من 50% من البحر. تمام. فاحنا مره كونكتد في البحر وفي المويه. طيب ايش هو هذا لم هنا جالس حرك هنا. طيب ثاني شيء كيف احنا كمان كونكتد مع المويه؟ عندنا الايكونومي اللي هو صيد الاسماك، الاكل، الاقتصاد كبير كثير يقوم على البحر وعلى المويه. وعندنا طبعا الجو كلنا درسنا في المدارس، البحر، الرطوبه، المطر كيف تتكون، كلها تتكون من المويه، فيأثر برضو على المود حقنا الجو. عندنا مصدر غذاء، في كثير بلدان عايشه على مصدر غذاء البحري
زي الجزر زي في آسيا في أفريقيا في البحر بالنسبة لهم مصدر غذاء رئيسي تمام. وعندنا الهيلث اللي هو المود، إذا الواحد كان عنده جفاف دائما المود يكون ما هو كويس صداع أمور فتأثر على صحتنا إحنا، وكمان الموية لها زي ما قالت هيلينج إفكتس للبشر تمام، اللي هي علاج زي ما قالت بس مو علاج لكل الأمراض ولكن نوع من أنواع العلاج. وعندنا كمان ريكريشنال، عندنا الكاياك، عندنا سكوبا دايفينج، عندنا الكايت سيرفينج، كثير أشياء ترفيهية تعتمد على الموية تمام، سيلينج كل الأمور هذه. وعندنا الترانسبورتيشن تربط القارات مع بعض، يعني السفر نقل بضائع تصدير استيراد هذه الأمور كلها. طيب أنا شخصياً كيف أم كونكتد بالموية تمام، أو أنا هنا غالباً أغلب وقتي عايشة في الموية إلا في الشتاء ما أطيق البرد ولا هو يطيقني، فغالباً أنا في الصيف طول وقت تلاقوني هذه الصور اللي تصورها ما عندي غيرها دائماً في الموية في البحر تمام. فإيش الموية غيرت في حياة نوف أو كيف أنا فعلاً حياتي تغيرت 180 درجة لما بدأت إنه يصير بيني وبين الموية علاقة. طيب أول شيء كنت في بريطانيا زي ما تفضلت لما وقالت أدرس بريطانيا موت برد وأنا ما أحب شيء اسمه برد، فكنت أدور على أي ديستنيشن فيها شمس، وكنت طالبة يعني ما عندي فلوس كثير، فقلت خليني أروح فين شرم الشيخ. طبعا حجزت طيارة وطرت على شرم الشيخ وأي حاجة أنا عندي جربي يلا جربي يلا، طلعت على بوت فقالوا لي ها جربي سكوبا دايفينج، أنا عمري في حياتي ما كنت أدري أي شيء عن سكوبا دايفينج، فقلت يلا قدام. طبعا نزلت والحمد لله اني اول تجربه كانت في البحر الاحمر، نزلت يعني مع المدرب طبعا اللي شفته تحت في حياتي ما قد شفته، الوان ما هي موجوده على الارض، اللون الفوشي اللون الاصفر التركواز في كائن واحد ما قد شفتها في الارض بامانه، غير الهدوء اللي حسيته تحت. فلما نزلت وشفت الجمال اللي شفته تحت انا طلعت من المويه انسانه مختلفه تماما، كاني اتولدت من جديد. طبعا طلعت مخي صار كله دايفنج دايفنج دايفنج، ابغى اكمل واتعلم على هذه الرياضه. طبعا رجعت بريطانيا والاجازه اللي بعدها رجعت على شرم الشيخ وتعلمت واخذت اول رخصه اوبن ووتر، بعدين اخذت الادفانس وكملت في الدايفنج. طيب ايش الدايفنج او المويه غيرت في حياتي، كيف تغيرت حياتي؟ اول شيء يعني نص هنا البنات صاحباتي اليوم من الرياض ومن جده سكوبا دايفرز، كيف صار عندي صداقات كبير يعني صاروا ناس مره قريبه مني وصداقات عن طريق الغوص، الغوص مو بس انك انت تنزل وتغوصي لا في كوميونيتي. ثاني شيء في جدة كوننا كوميونيتي، كل سنة بنسوي حاجة اسمها Women's Dive Day يتجمعوا فيها البنات اللي دايفرز كلهم، نتكلم حتى لو ما غوص نتكلم على قصصنا في الغوص المشاكل يعني المخاوف اللي واجهتنا في البحر وفي الخوف، فصار عندي كوميونيتي تمام، فهذا من طريق الموية صار عندي friendships صار عندي كوميونيتي. طبعا آخر أجمل إحساس في البحر اللي يقولوا ما تقدروا تطيروا في البحر نقدر نطير، ما في جاذبية فريدم، يعني الحين احنا كلنا كذا جالسين في الغوص انتوا كذا طايرين مستمتعين ما تحسوا بوزنكم، دبة نحيفة طويلة قصيرة ما تفرق. طبعا انا وقت ما كنت اغوص كنت ادبب من كذا فكنت مستمتع حاسة رشيقة في الموية، فصراحة اداني احساس الرشاقة واحساس الفريدم الحرية التامة بامانة يعني، فهذا احلى احساس حسوا. طبعا اويرنس، انا طبعا قبل ما اغوص الله لا افهم في القروش ولا عندي خلفيه ولا في شيء، والبلاستيك والامور هذه ما افهم، كنت اكل السمك لما انزل اغوص هذا غلط ان ناكل سمك، فصار عندي وعي في البيئه تمام زي ما اول قلنا. طبعا انا اعشق شيء اسمه شاركس، طبعا ما عشقتها يعني من غير سبب، لما شفته تحت المويه صراحه كان ملك معدي وشفته ما سوى لي شيء وخلاص حبيت علاقة لطيفة صارت بيني وبين الشارك، فصار هدفي إنه أنا أوعي الناس بأهمية الشاركس والحفاظ عليه، عشان هو السبب الرئيسي في نظافة البحر اللي إيش قلنا أول مصدر لأكثر من 50% من الأكسجين اللي تنفسه، ومين اللي حافظ على البحر ونظافته؟ القروش تمام؟ ففي جدة في الإيرث داي دائما نحاول نتكلم على أهمية الحفاظ على القرش، على أهمية الحفاظ على البيئة، البلاستيك، الأمور هذه كلها. ثاني شيء يعني هذا شوفوا هذه كيف حياتي من محور بنت كانت تروح الجامعة تيجي من الجامعة فاكرين هبة التصوير 2007 كل البنت فوتوغرافرز كانوا، فيعني من حياة مملة أو مملة عادية ما فيها شيء لحياة مختلفة تماما.
طيب غير كذا انا الصراحه بامانه اكثر شيء اعشق في الدايفنج دحين تقريبا غوص لي 10 سنين مدربه من 2013. الشيء اللي خلاني انا استمر في الغوص مع انه ما هو يعني مرهق شيل معدات حط معدات وتدربوا احد من الصفر وعنده خوف على الغوص اني انا بغير حياه ناس زي ما حياتي تغيرت 180 درجه لما تاخذي واحده معها فوبيا وخايفه من البحر حبه حبه تدربيها وتنزليها وتشوفيها لما تطلع البنت الكونفيدنت حقتها في السماء السعادة اللي هي فيها حياتها تغيرت زي حياتي ما تغيرت. وفي عندنا هنا في كم دايفرز هنا عندنا ارفع يدكم ما شاء الله واحد اثنين ثلاثة أربعة والله في دايفرز تمام فأكيد أنتوا حاسين بالكلام اللي أنا بقول موضوع الفريدم وموضوع الأمور هذه كلها طبعا فكثير كثير من جد حياتهم تغيرت صار عندهم باشن عندهم لايف ستايل عندهم كوميونيتي صار عندهم برضو فريندشيبس نفس اللي صار معي achievement صار عندي احط goals في الدايفنج هدف مثلا انا ابغى اوصل شيء معين مثلا لما ذكرت لما وقالت انه انا عندي رقم قياسي كاعمق سعوديه في الدايفنج هذا يعني كان بالنسبه لي حلم اتعلم غوص طبعا مو بالغوص الترفيهي هذا غوص تقني مختلف تماما فصار عندي اهداف وعندي achievements بوصل لها من خلال الدايفنج فهذه علاقتي في المويه الان يعني حياتي كثير مره تغيرت فيها طيب طبعا وظيفتي شغفي وظيفتي هوايتي الان انا موظفه في المدينه الاقتصاديه في مركز في البيلسان مارينا مديره قسم الغوص هناك فحتى يعني الدايفنج او المويه بتوفر وظائف دايركت واندايركت للناس فانا الحمد لله يعني ربي كمان الوظيفه اللي صرت متوظفتها يعني دارسه سياحه لها علاقه في الغوص بس خلاص حتى وظيفه كارير حقي في وظيفتي في شغلي في الامور هذه كلها بصراحه انا ما اقدر اتوظف في مكتب واجلس وارسل ايميلات اكره شيء اسمه ايميلات ف يعني البحر الامور هذه كلها حتى محور حياتي صار في المويه شغلي في المويه الناس اللي اعرفهم كلها في الوظيفه في المويه عندنا هنا ساره اللي ابتعتنا بصوتها الاخات ما شاء الله هي توظفت في مكان له علاقه بالمويه بس ما لها يعني هي ما تغوص ما لها علاقه في المويه ف يعني الناس كلنا كونكتد في المويه سواء بطريقه مباشره او بغير مباشره حتى الوظائف اللي وفرها يعني صار ما لها علاقه في الغوص ماركتنج واشياء بس اشتغلت في مكان له علاقه في البحر في الغوص فبيوفر وظائف كثير فمن ناحيه الوظيفيه انا كمان تغيرت حياتي مع البحر طبعا سيلف ديسكفري تمام نجي للسيلف ديسكفري انا في الطبيعه تركيزي شويه ضعيف يعني ما اركز وايش كمان ما عندي صبر معروف انا بالي مو طويل ما عندي بسرعه لخص خلاص ما في استنى في الغوص لما انزل المويه يمين بالله احس نفسي مو انا انزل هنا شخصيه واطلع هنا شخصيه لما انزل البحر اكتشفت نفسي انا عندي صبر مو طبيعي لما تاخذوا ناس ما يعرفوا البحر ما يعرفوا يغوصوا وخايفين تجلسوا نص ساعه بس تقولي لها تنفسي انا ما كنت اعرف انه انا عندي هذا الصبر تمام الناس يقولوا انت صبوره بالله من جد والله ما ادري اني صبوره يعني انا اتفاجئ من ردة فعل الناس انه يقولوا لي اشياء فيها انا ما في فهذا صار خلاه عندي اني انا اكتشف نفسي عن طريق المويه غير لما تنزل انت تحت المويه هدوء طبعا تفصلوا تماما على الارض كل المشاكل اللي عندكم والاشياء اللي تفكروا فيها في اليوم سيبوها على الارض تنزلوا تفصلوا عندكم 45 دقيقة انتم مركزين بس في السمك وفي البيئة اللي انتم فيها تماما يعني انتم عايشين اللحظة بقول لك عيش اللحظة انا عندي شخصيا مديتيشن في الارض ما اقدر اسوي اني افصل وعيش مخي شغال طول الوقت لما انزل تحت
كله يصير شت داون، المشاكل، الارتباطات، الافكار تجلس على الارض، تنزلوا تفصلوا انتوا مع البيئه، تصيروا كونكتد خلاص، انتوا بس متصلين مع البيئه. بيني وبينكم انا في السعوديه خضار ما عندنا كثير، فالطريق الوحيد او عندنا نعمه البحر الاحمر، اجمل 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 بحر في العالم، الناس تدفع فلوس عليه من كل مكان عشان تجي تشوفه. فاحنا عندنا الطبيعه الرهيبه هذه بس تحت المويه، تمام؟ فيخلينا برضه احنا كونكتد مع النيتشر، وفي هيلينج افكتس يعني بيساعدنا انه احنا نتعالج من القلق الستريس، الامور هذه كلها يخرجها. غير كذا صار عندي باشن في الحياه، صار عندي شغف، صرت اصحى كل يوم عندي شيء ابغى اسويه، عندي هدف، عندي احساس السعاده. يعني قبل الغوص حياتي ممكن كان لونها ابيض واسود، بعد الغوص صارت حياتي ملونه، تمام، زي الشعاع. فهنا عندنا يا ويلي انا هنا غير هذا الحين تقولوا جاي الرياض تكلمنا عن البحر، طيب ما عندنا بحر ايش نسوي؟ تيجي جدة زي ما جيت انا الرياض. طيب ايش البنفيتس حقت السكوبا دايفنج او انكم تكونوا غواصين؟ اول حاجه انكريس ايموشنال ويل بينج، بعدين عندنا improves the blood circulation اللي هو الدوره الدمويه، وعندنا برضو طبعا بيقلل من الستريس، اغلب الاشياء ذكرناها كمان، flexibility مرونة يصير عندكم في العضلات. طبعا في الموية الحركة مرة هادئة في الغوص مو زي السنوركلينج، بس المقاومة الموية تقوي العضلات، تمام. عندنا تصيروا تبغوا تسافروا أماكن حلوة عشان تستكشفوا الغوص فيها، فتديكم فرصة لكم تسافروا أماكن رهيبة حتى أسامي الناس ما تعرفها عشان فيها شعبة فلانية فيها أنواع سمك معينة. طبعا قلنا connection with nature, with nature. وعندنا ايش كمان؟ اغلب الاشياء انا ذكرتها في السلايدز اللي قبل، فنروح للي بعدها. طيب ايش الفيوتشر حيكون حق المويه في المستقبل لو احنا كبشر ما حافظنا على المويه وجلسنا نستهلكها وما عرفنا بالقيم وكيف ناس عايشه عليها زي وسعيده بالمويه؟ حيكون في عام 2066 هذا شكل الارض، هذا كيف كان شكل الارض. واتوقع كلنا بنشوف هذه الصور انه كيف الارض حتصير والنكست جينيريشن. طيب انا كغواصه في اماكن اجلس مع الناس يقولوا لي هذا كان احلى موقع غوص، هذا كان اجمل، كان فيه كل انواع السمك، انزلوا انا الصحراء مكسر المكان جدا يفشل. طبعا انا جيلي ما عاد صار اشوف هذا الجمال الجيل اللي فات شافه. انا لو استمريت على التصرفات في موضوع البلاستيك والتلوث والاهمال اللي احنا فيه، الجيل اللي بعدنا ما حيشوفه، حيجي يدفع ثمن كل اللي احنا سويناه. فلازم يكون عندنا وعي في هذه الامور، تمام؟ ولو بكلمه، لو برساله، لو دحين تحطوا في تويتر او في الانستغرام بس تكتبوا اي معلومه تحافظ على البيئه او الحفاظ على المويه. طيب طبعا زي ما قلنا وجعلنا من الماء كل، مو احنا قلنا استغفر الله، يعني ربي قال وجعلنا من الماء كل شيء حي. ف no water no life ببساطة، ما في موية ما في موية ما في حياة. لا تضحك يا ولد خلاص غلط. طيب no blue no green يعني as simple as that، يعني ما فيها كلام، تمام. وهنا كيف أشياء بسيطة خلينا نحافظ على الموية. طبعا سهلة مرة، يعني بدل ما كل يوم تسوي باث وكذا تتدلل، خذ شاور سريع وامشي، يعني سوي ممكن في أسبوع في الشهر مرة. بعدين يقول لك ايوه لما تيجي تفرش اسنانكم لا تخلوا المويه مفتوحه وتسولفوا مدري ايش صور سناب، لا قفل المويه فرش اسنانكم بعدين نظفوا فكوا المويه مره ثانيه، لان اشياء بسيطه يعني ممكن احنا ما ننتبه لها لما نجي نسويها. استخدموا الديش ووشر افضل لما تغسلوا النحاس او المواعين بيدكم. ايش كمان عندنا؟ ايوه هذا الضحك الصراحه، don't go to the bathroom unless you need to go. في ناس تروح الحمام الله يكرمكم تجلس تقرا مجله، هذا زمان دحين تلفوناتنا، فننسى نفسنا فيقول لكم لا تروحوا الا ما حتستهلكوا المويه لو رحتوا الحمام الله يكرمكم، فلا تروحوا اللي انتم محتاجينه. ايش كمان؟ don't play too much with water، هذا اكيد. اوكي طبعا. ف بالنسبة لي أنا الموية هي مصدر لنا، صح وجعلنا من الماء كل شيء حي، أنا روحي صارت حية من الموية، حياتي صارت فيها حياة من الموية من البحر،
فأتمنى إنه يعني بأمانة أكون فدتكم لو شوية كده اليوم، وبأمانة بأمانة أنا مرة تشرفت بوجودي معكم هنا أهل الرياض جميعا، وما أنا عارفة إيش أقول لكم صراحة، كلشت شوية وما أنا عارفة نيها، بس أشكركم من جديد. طبعا الآن فقرة لا ما حتكون شفقة. اوكي بس حنوقف بس لمدة دقيقتين ظبط؟ اوكي خلاص. اذا اي احد عنده سؤال نوف يلا تفضلوا. ابغى اعرف ايش احلى مكان قصدي فيه، وهل تنصحين الغوص بالبحر ولا بالمحيط؟ حلو تمام سؤال. اول شيء انا متعصب للبحر الاحمر بامانه، فاجمل مكان انا ما غصت ممكن في اماكن، غصت في البحر الاحمر، غصت هواي وغصت مالطا، ترى ما عارف بس عشان اقول لها الاماكن ما غصت في كل مكان. فالبحر الاحمر بالنسبه لي اللي شفته ونقرا عنه اجمل بحر. اولا طول السنه دافي، والشعب المرجانيه فيه خيال، والاسماك عني. انا اشتغلت، ما ادري اذا هذه المعلومه ما قلتها، اشتغلت في مصر 3 سنين في شرم الشيخ في الغوص، شغلت معاهم تصوير. اول شيء بدات كذلك ماستر انزل اصور السياح، بعدين لين ما صرت مدربه. فانا سبت حياتي هنا، سبت مجتمعي، سبت الرفاهيه وكل حاجه، ورحت هناك بس ما في الا غوص غوص غوص، وكل يوم ناس جديده. وطبعا العيشه في مصر مو مره سهله بامانه، بس كله عشان جمال البحر. فبالنسبه لي انا احب البحر الاحمر من ناحيه مصر. هنا اتوقع اجمل، بس دوبنا بدانا نستكشفه كبنات، وان شاء الله يعني الجاي افضل. والان كل مشاريع المملكه حتصير الغوص جزء اساسي منها في السياحه باذن الله. سؤال هنا. ايوه انت الحين مره مدمنه على الغوص، مره تحب المويه، طب في وقت الشتاء وش تسوين؟ بر يا حبي البر. بر عندنا في الشتاء نبدا عاد رحلات بر، نروح تخييم اشياء زي كذا يعني كشتات. ما يعني ما تجيك مرحله الادمان هذه تبغين البحر؟ شوفي انا ابغى البحر ايش اسوي؟ نلبس بدله سميكه، بدل في مقاس في 2 ملي 5 ملي، فالبس بدله 5 ملي وانزل البحر مطمنه. بس انا مشكلتي مو في البحر، لما اطلع الهواء هذا اللي ما طيب، فعشان كذا لا الشتاء بر على طول. هنا ايوه صح. هو صراحة مو سؤال، بس يعني أنا في شيء شفته كل مرة أسافر، لما أجي أدخل السوبر ماركت ألاقي نفسي إنه لازم أدفع فلوس عشان أشتري كيس بلاستيك. ودائما لما نروح هنا يعني أروح بقالة ولا أي مكان ألاقي، أحس إنهم بيوزعوا الأكياس كل آيتم في كيس. أيوة يعني مرة كده يعني خد تبغى زيادة ما عندك مشكلة. فمرة عجبتني الفكرة برا، يعني عندهم الاكياس هذه البيرمننت اللي هي تكون من قماش او شيء زي كذا. يعني احس لحد الان ما في احد اتكلم عن هذا الموضوع، انه ولا يعني هم فكروا انه مثلا ممكن يحطوا فلوس ولا هذا الاكياس اللي عندهم. فاحس انه مره شيء حلو لو يعني احنا نبدا من نفسنا، وكل واحد يصير عنده كيس، وكل مره يروح السوبر ماركت بدل ما ياخذ الاكياس حقتهم يكون عنده كيس بنفسه. واتوقع انه هذا الشيء مره حافظ على البيئه، لانه اكثر الاشياء في البر ومدري ايش نلاقي هذه الاكياس مرمايه. فبس يديك العافية الصراحة، إضافة جدا حلوة. مرة كنت في جرير ومعايا كتاب وجاي يحطه في كيس، قلت له لا تحطه في كيس دي، قال اوه ايش ما يحطه انت، ثاني واحدة تجيني. قلت له ان شاء الله يجيكوا 10 بعد ما يبقوا اكياس. قلت له قمت جلست فهمته، قلت له مو بس ما هو طارق مع الادمي، هو قلة وعي. لما اشوف ناس زي كذا احنا ما نجلس ننتقدهم، احنا نعرف ان هم عندهم قلة وعي زي ما انا كان عندي قلة وعي في البداية. فقال لي اكتبيه في الاقتراحات، فقلت له فكرتك انه سووا كيس قماش مدري ايه ولو تبيعوه بنص ريال، قال لي اكتبها في الاقتراحات. فزي كذا ممكن نكتبها في الاقتراحات في الاماكن، وناخذ احنا اكياس من القماش معانا. حيك على يعني فكرتك ما شاء الله. طيب مين عنده سؤال هناك؟ ايش المخاطر اللي تهدد البحر الاحمر حاليا؟ اوكي المخاطر تهدد البحر الاحمر، طبعا التلوث البيئي، صراحه سؤال جدا جميل. التلوث البيئي يعني ما ادري اذا انتم جيتوا جده وشفتوا الاماكن الساحليه، دائما الناس الله يهديهم يقوموا يسيبوا المكان، يعني المفروض واحد يسيب المكان افضل مكان، احنا أسوأ من مكان يسيبوه. فالتلوث البيئي الان يقولوا لكم البلاستيك دخل في دوره الغذاء حق الاسماك، طبعا مين ياكل الاسماك؟ احنا، فدخل برضه في غذائنا. ففي دوكيومنتري اسمه بلاستيك
لا بلاستيك اوشن ايوه. فالدوكيومنتري هذا يتكلم يوريكم قد ايش البلاستيك صار جزء من اجزاء حياتنا واكلنا. فطبعا اللي بيهددوا التلوث البيئي وقاعد الاحتباس الحراري كمان بحال كل الشعب يهددها الاحتباس الحراري. في دوكيومنتري انصحكم انصحكم شوفوه اسمه تشيسين كورن في نتفليكس تمام والله مره حلو اكتبوه بجوالاتكم رهيب تشيسين كورن حنحطه في السوشيال ميديا ايوه حنود بعدين تحضير كثير وبلاستيك اوشن كمان مين كمان عندي سؤال هناك مو سؤال بس ابغى اضيف على الاخ اللي قال على الاكياس حلو كمان الريسيتس حقت السباين او اي شيء اذا ما تحتاج الفاتوره وانت متاكده من حسابك لا تاخذين قولي لهم لا يطبعون لك نسخه ممتاز بس صح حتى في البنك لما نيجي نختار ريسيت ولا لا يقول لك لا حفاظا عن البيئة ممتاز مين كمان عنده أسئلة يلا حنين هن فين المايك اوكي مو مشكلة اول مرة قابلت فيها ما اعرف كيف اول بوست بسرعة عند ربي ايوه طيب زعلت مرة بس يعني كل مرة اصلا اروح النادي بس بس هذا وصفه يا حنين لا يعني قلت لي اوكي بس بس كيف ينفع بس بحر برجوع لا شوفي مو شوفي اوكي في امراض معينه اذا موجوده الواحد ما يقدر يغوص بس الغوص مو اخر شيء في الدنيا في كثير اشياء حلوه في الحياه بس اذا احد عنده اي مرض ما زي مثلا الربو في انواع الربو اتوقع صح فتجيبي من الدكتور موافق انه انت قادره انك تغوصي انا ما اقدر افتح فمي بس لو الدكتور قال لا انا ما اقدر انزلك تمام ان شاء الله الله يشفيك يا رب وتغوص روحي الدكتور والله شوفي شوفي خلاص تمام يلا اسالوا يا جماعه تفاعل معي يلا هل الغوص خطير؟ هل لو أسوي أي حركة في الموية ممكن أموت؟ إن شاء الله ما حد يموت إلا بإرادة ربي. بس كل رياضة لها قوانين وأنظمة. الغوص الناس تفكر كذا يلبس وننزل الغوص مئات الأمتار لا. الغوص له قوانين وله أنظمة. على كل عمق عندك وقت محدد تجلسين. وإنك كذا بس تغوصي. فالغوص لا له قوانين وأنظمة. إذا مشينا عليها إحنا نكون في السيف سايد. وأغلب يعني اللي توفوا الناس اللي تمقلبوا في نفسهم ومدربين بروفيشنال مو اللي توفوا اللي هم البيجنرز البروفيشنال ليه يتمقلبوا ويفكروا نفسهم خلاص دربوا الليله والله يرحمهم فلا ان شاء الله ما حد يموت الا الله يحسن خاتمتنا طيب عنده هو هنا سؤال بس من اول مسكين هو مش سؤال لكن كومنت في شيء مره خطير يعني يمكن الناس مو مره منتبهت له انا شغال في كوفي شوب هو الموضوع له علاقه بالمياه كمية الناس اللي بتطلب موية وتأخذ موية وتخليها وما تكملها فظيعة يعني ممكن تيجي 10-100 جالون في اليوم وتترمي في الزبالة احنا ما نقدر نشربها والموضوع حتى كمان كمان يعني حتى برضو على يروح للأكل فالموضوع جدا خطير منتشر شوف اتفق معاك كنا هنا حاطين من الأشياء إن الواحد إذا عنده قارورة موية يخلصها ما يروح يشتري أنا معك في هذا الموضوع بصراحة هذا الموضوع يحتاج توعية 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 إحنا هنا بينقصنا التوعية إحنا ننتقد ونمشي أوه الناس المعفنين في برا بنطلع البلاستيك طب إحنا نشيل معانا إذا قدرنا ونوعي قد ما نقدر نستخدم السوشيال ميديا حقتنا للتوعية فأنا معك للأسف يعني بأمانة السلام عليكم يعطيك الصحة والعافية. أول شيء ودي أتكلم عن ما شاء الله الأتيتيود حقك والإنرجي اللي جبتيها للغرفة هذه شيء مرة خطير أنا أول مرة أتحمس أشارك لأن الموضوع مرة مهم في شيء مرة مهم أغلب التجار وما يفكروا فيه لأنه معلش شوي بطول وبقطع على الموضوع شوي لأنه مرتبط بالبلاستيك مرتبط بالموية جزء كبير من مشكلاتنا هنا في السعودية بصراحة ما هي شكرا طبعا للأخ اللي قال على الأكياس برا بس ما هي مشكلتنا بالسعودية الأكياس مشكلتنا الأشياء هذه لأنه ليترلي كل يوم عندنا في السعودية في شركة موية جديدة أنتم ماشيين على الدائري دوت لا لا في شركة موية ليترلي ليترلي عندنا في السعودية وما أدري خصوصا في الرياض عندنا شركة موية جديدة كل يوم أنتم ماشيين على الدائري حرفيا كل يوم أشوف شركة نقل جديدة وفي منافسة ما بينهم من الصوديوم أقل من اللي اوفر من اللي وصلك للبيت لكن ما في احد يتكلم عن موضوع البلاستيك
ما في حد عنده انيشيتيف مرتبطه بالبيئه وبالمكان اللي هم عايشين فيه. سعيهم للربحيه المفروض انه الاشكاليه تبدا من عندنا وتنتهي عندنا. المفروض ان احنا اللي نساهم بالموضوع انه ابتداء من السلوكيات حقتنا مثل ما تفضل برضو الاخ مرتبطه بشكل كبير ب يعني احنا المشكله ما هي موجوده في الكافي شوبس، المشكله موجوده في المكاتب، المشكله موجوده في البيوت، موجوده في كل مكان. فعلى قد ما نقدر يعني حتى لو ما كان معكم ووتر باتل وما راح يعني نعمل تسويق لشركه معينه او ما راح نطلب ووتر باتلز من برا، بس نبدا بنفسنا يعني نستعمل مويه كبيره في البيوت اذا نقدر نستعمل فلاتر، اذا ما نستعمل كراتين وفي حلول مره كثيره يعني. والله يديك العافيه شكرا وتنحييك عشان اول مره بالي كثير والحمد لله قدرت من مكاني البسيط اني اثر على اشخاص مره كثير ما شاء الله. لكن يعني ما ودي اتكلم اكثر من كذا بعطي فرصه لا بس برافو عليك، هذا اللي يحتاجه اي وعي اثر على حتى لو اثرت على شخص هذا كفايه بامانه. بس في اضافه وهذا بالله خلينا نحطها في مويه صاحبتها سعوديه اسمها دوت، المويه هذه ما هي البلاستيك حقها ينحلل بعد سنتين مو نفس البلاستيك، فهذه ما شاء الله عليها. المويه تجيبها من كندا، التصنيع اتوقع في بريطانيا، هي شويه غاليه ولكن هذه المويه مره حتى شكلها حلو الباكجينج، يمكن نحطها ولا لا في النت نوريهم. هي اسمها دوت، لونها براند لونه اسود كذا مكتوب دوت. هذه مويه هذه اللي فكرت صح، مو ربحيه بيئه. طبعا ما لقيوا شيء اقل من سنتين ما يتحلل حيكون سام، حيكون توكسيك نفس البلاستيك. فخلينا اوريكم شكلها الان. المويه احنا عندنا في الشغل نحاول قد ما نقدر نكون انفايرمنتلي فريندلي فنوفرها اون بورد، يعني بس هي شويه غاليه بصراحه، بس على قولك غاليه بس الارض اغلى منها، مادر نيتشر اهم من اي حاجه في الحياه. دوت ايوه نوفر ايوه فلو شفتوها اتوقع في دانوب هذه الاماكن تتباع هذه ما حتى مع التوبيك حتى ما في صور لا ايوه في احد فكر الحمد لله بتصرف. هذه هي الموية تمام صاحبتها سعودية فهنا في اوبشن صاحب البيئة. مين عنده سؤال؟ اوه ما شاء الله طيب عندي المايك خلص اللي يجيب المايك. عندي اضافه بسيطه عن الماء لما قلتي هو جزء مهم في حياتنا. اول حاجه الواحد لما يستيقظ من نومه وفي بدايه يومه يشرب الماء. صح انا لاحظت هنا بعض الكوفيات والمطاعم مقام برا مثلا يقدم الماء لك فري. هنا لا تشارج عليه. ايوه انا لاحظت نسبه كبيره يعني استغربت حتى عادي تروح المطاعم باقي وعاديه يقدم لك فري هنا لا تشارج. عندنا اهميه الماء لانها ممكن صحيح لي معلومه كم يعني يحتاج الشخص يوميا تشرب الماء. بعدين خلينا نتحدث بما انك متعلقه بالمياه نتحدث عن الريسايكلينج. حلو تجربتك او عندك اي خلفيه تقدرين تعطينا اليوم فيها؟ حلو يعطيك العافيه. اولا والله الناس همها فلوس اخوي للاسف عشان كذا ما في مويه بلاش، ما في شيء بلاش صراحه. بالنسبه للمويه مين هنا احد يف انا صراحه ما اعرف كم الشخص يحتاج لمويه في الصابع في يشرب. كان مليون من ست اكواب تسع اكواب بس في دكتور طلع وانا احسن اشربوا اللي قدكم. صح اتوقع كل شخص له معيار معين، انت تعرف جسمك اذا احتاج مويه او لا بصراحه يعني. التوست بالله تقول التوست يديك 70% مويه. يعني من الاكل هذا تمام. رنا عندك سؤال صح؟ مايك ثاني؟ لا محتاج المايك، أنا حابب أشوف الطابور شوية. طيب تفضلي المايك حقك. بس خلينا شوية فان. I want to hear about your experience لما زرت نيويورك. هذا مرة الموضوع، هذا أنا اللي حتفلسف. أنا قلت لو ما كنت حسأل بعدها. طيب في فيديو أرسلك هو في الإكسبيرينس حقك بعدين ما أدري ينفع ولا لا. طيب هذه لها علاقة بغوص. سؤال رنا كانت تتكلم عن الإكسبيرينس حقتي أنا لما نزلت 105. كثير تشوفوا الغوص التقني غوص يعني ما ينفع الغوص الترفيهي نقدر نطلع من المويه في اي لحظه نبغى، اما التقني اذا طلعنا برا المويه احنا خلاص زي ما قالت نروح فيها موت على طول، عشان اوريدي احنا اعماق اكثر من 40 متر تخش تقني، فالطلوع السريع او الطلوع من هذا الغوص من غير وقفات
خلاص انا اعرف انك طالعه والله يرحمني او هذا اللي طلعت. فلما اجي اقول لهم انا ابغى اغوص سفن ابغى انزل هذا العمق انت مجنونه ما اعرف ايش خطر مدري ما في شيء خطر في عين واذا في دراسه. فالغوص التقني له مهارات ثانيه له معدات ثانيه له كل شيء مختلف واعماق اكثر. فانا لما نزلت ابغى اول شيء اشوف نفسي يعني أتحدى نفسي اشوف انا عندي الامكانيه يعني مثلا احنا لما نجي ننزل الغوص ايش تشوف الصور تانك صح؟ انا نازل خمسه تانكات اثنين في ظهري وثلاثه هنا على الجنب نازله فيهم البحر. فالاكسبيرينس حقتي لما تنزلوا انتوا كل مكان الشلوه the more colors تشوفوا سمك حياه بيئه كل ما نزلنا اعمق تخف الالوان تختفي الوان تختفي زي الاحمر الاورنج الاصفر. فلما نزلت تحت طبعا الحياه البحريه اقل ولكن زي ما اقول لك الاكسبيرينس حقتي انه انا هنا انا لوحدي صرت طبعا في معايا دايفر بس انا هنا لوحدي مع نفسي في عمق مو طبيعي في منطقه ما في بشر قد جاء عليها عرفتي. فحبيت الغوص التقني وصلني بنفسي اكثر ما وصلني للبيئه اللي حواليا فهنا من جد انا غصت في نفسي اكثر ما غصت لل 105 بصراحه. وبالنسبه لي يعني كانت اتشيفمنت شخصي ما هو الغوص ما هو ارقام الارقام هي موهبه الناس الغوص شغف بامانه وتحدي للنفس مو تحدي مع بشر مو ما في الغوص اللي فيه ارقام وهذه الامور الغوص الحر اما الغوص اللي احنا نغوصه غوص ترفيه غوص لراحه النفس لعلاج النفس لفصله النفس عن كل شيء في الحياه بس بطريقه حلوه مو فصله سايكو تمام الناس تفصل سايكو اوقات نفسيه لا احنا لا تفضل. لو سمحتي عندي سؤال كنت بسال ايش يعني كانوا في ناس ايش كانت رده فعل عائلتك لما دخلتي المجال هذا وهل في ناس كانوا they support you أو يعني إيش أكثر يعني response من الناس إيش كانوا يقولون لما دخلتي؟ أولاً أنا ما أفتح تويتر عشان كل الناس يسبسب صراحة فتويتر أنا شالته من حياتي تماماً عشان الناس اللي أيوة أنا بقول لكم معلومة بصراحة اكتشفتها الناس اللي في النت مختلفين عن الواقع في النت دائماً لا وحارب ومسوين فيها يعني إنه بس يسبسبوا مع مساكين مريضين عشان أمور الجوال بس لما تطلع للواقع تلاقي الدعوة زي السواقة لا ولا وما أعرف إيه لما نطلع السوق الشارع والله ولا حد طالع في وجهي ولا حد كلمني ولا حد قال لي أنت ليش تسوقي ولا لقيت أي رد فعل نيجاتيف بأمانة في السوشيال ميديا ما أسمع له غالبا أنا مع مجتمعي الحمد لله الحمد لله هذه يعني نعمة 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 من ربي رزقني بعيلة تدعم عيلة يعني ما وقفت في طريقي لين درجة موضوع اني اعيش شرم الشيخ والسعودية المصريين نفسهم مستغربين كيف السعودية شغالة عندنا ومعانا وما هم مصدقين يفكروني كذاب. فالحمد لله عائلتي لقيت منهم دعم انا احاول في مجتمع وفي زي ما اقول لك ما اشوف الناحية اللي هي حتزعلني او تكئبني زي مثلا تويتر وهذه الاشياء احاول اركز في الناس السبورتيف اكون حواليهم اكون معاهم وهم عالمي بصراحة عشان كده الواحد يمشي على قدام فلا طالعي أي شيء يرجعك ورا ولا تتأثر بالكلام حق السوشيال ميديا عشان هم لو عندهم القوة واثنين من نفسهم يطلعوا يتكلموا في الطبيعة مو يجلسوا يسبسبوا ورا الشاشات فلا حد يسمع هذول الناس صح؟ والله صح الواقع غير النت والله. خلينا ناخذ آخر سؤال سؤالين يعطيك العافية. عندي بس سؤالين. دقيقة بينك ارفع يدك. ايوه ما شفتك تمام تفضل. السؤال الأول سمعت إنه في شركات now is يعني taking you to even deeper and deeper places يعني في المحيطات where humans have never been before. في ظاهر يعني عمق الإنسان إذا وصل ما يقدر يوصل لازم مثل غواصة تنزل. Have you heard about it? Can you tell us more about it? هذا السؤال الأول. السؤال الثاني غصتك الخليج العربي ما ادري سمعتي عنه ولا كلها شعب بتروليه شكرا لك. هذا السؤال يعطيك العافيه اخوي. طبعا ايوه الانسان في اعماق مره ما يقدر ينزل لها، اعمق انسان نزل ودخل جلس واحد مصري اسمه احمد جب في مصر نزل ما شاء الله 332 او 23 متر طبعا 12 ساعه غوصته تمام؟ ليش؟ هو نزول سريع بس الغوص التقني عشان نطلع منه ياخذ ساعات يعني ياخذ وقت وقفات ستوب 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 عشان تخلصوا جسمكم من النيتروجين طبعا هذا اللي بغوص يفهم بعدين اشرح لكم اياه.
طبعاً هذا أعمق عمق نزل الإنسان والحمد لله رب سلم وطلع، بس زي ما قلت في أعماق ما عاد نقدر نزلها، لازم نكون في غواصات، فأغلب يسوي ريسيرش وأشياء زي كده يزور أعماق كثيرة، بس لازم يكون جوة غواصة، وأول ما يطلع للسطح يطلع من الغواصة يحطوهم في تشامبر، هذه غرفة الضغط عشان يعادلوا ضغط جسمهم عشان لا تجيهم أمراض وأشياء. فصحيح كلامك. السؤال الثاني كان عن الخليج، سمعت عنه بس والله لو يدوني مليار ريال ما أغوص فيه. يقول لي ما في شعاب، ما في سمك، ما في شيء هنا، يعني اللي يغوص شوف بصراحة اللي عنده البحر الأحمر وعنده الجمال هذا كله ما تقول له روح الخليج غوص أو في أماكن ما فيها سمك. أي كخليج حلو للسباحة، بس عندك مثلا عمان، عمان تعتبر خليج محيط، محيط إيه لا خليج لا إيه معليش طيب فا إيه فشلت نفسي شوي طيب مو مشكلة. بس في الخليج صراحة لا ما 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 أفضل أغوص فيه عشان ما في حياة، الملوحة فيه مرة زايدة فما في الحياة اللي موجودة في البحر الأحمر، فاللي عنده أحسن شيء صعبة. أنا صعبة إنك لو تكون عايش على البحر الجميل لما تروح على البحر تبدأ المقارنات، عارف خلاص التستاندر حقك عالي صار. فا بس أوكي يعطيك العافية نوف، شكرا مرة لجيتك وشكرا لك اللي أعطيتينا إياه والإنرجي اللي أنت فيها ما شاء الله، تحية. اوكي فقرت الثلاثي سكن، نبغى نبدأ بس من وادي الأعمال. عندنا سارية حابة تتكلم. أهلا وسهلا فيكم، معكم سارية واجري، أنا مسؤولة في مركز وادي الأعمال. حابة أول شيء أرحب فيكم وتواجدكم معنا، وأشكر لما إنها تاحت الفرصة إنه يكون كرياتيف مورنينج في وادي الأعمال. البطارية خلصت. أول شيء حابة أعطي نبذة بسيطة جدا عن وادي الأعمال، هو بزنس حب بس إحنا مميزين بأشياء وتفاصيل كثيرة قد لا تكون موجودة في الأماكن المشابهة لنا. طبعا احنا نقدم مساحات عمل مختلفة، عندنا مساحات عمل للشركات، انت كشركة مو حاب انك تستأجر شركة جديدة وتأذن ومن الى، فاحنا خلص وقتي اخذ 30 ثانية زيادة. برضو نوفر لك مساحة عمل انك تكون عندك مثلا والله من 10 الى 20 موظف، احنا نوفر لكم مساحة. برضو الشيرد أوفيس، المكاتب التنفيذية أو المكاتب المستقلة موجودة عندنا، نقدم خدمات أخرى طبعاً للسكرتارية، سوشيال ميديا، الجرافيك ديزاين، هذه الأمور كلها، الماركتينج، إحنا نجيبك نقول لك أنت تفرغ لعملك فقط، للبزنس حقك فقط. إحنا الأمور الثانية هي صح أمور جداً مهمة ولكنها بسيطة ولكنها بتاخذ من وقتك كثير، فإحنا نأخذ هذه الأمور نتولاها وإحنا يعني نساعدك فيها ونطور منها ومن شغلك طبعاً، هي يعني 2-in-1 يعني شيء لنا ولك بالنهاية. برضو في شيء عندنا مهم حابة أقوله، ترى إحنا أكبر بزنس هاب في المملكة العربية السعودية، المساحة تقدر بثلاث آلاف. أول من دعمنا هنا المنشآت، كانوا مقيمين عندنا دورة فهم أول من دعمنا وكان معانا في بكل خطوة، وطبعاً أخذنا حضانة المركز. برضو عندنا شيء ثاني، عندنا الأكسس، هذا أهم شيء، الأكسس 24 ساعة، ولا بزنس هاب عندنا بهذه الطريقة أبداً، 24 ساعة أنت مشترك يحق لك أنك تدخل المكان على مدار اشتراكك كامل. هذه مقتطفات بسيطة، ما أقدر أطول عليكم أكثر من كذا، ويعطيكم العافية. في سؤال نسيت أسأل، إيش كتبت في الآيس كريم كيتال؟ I water my people with what? Love and song. Love and song. Support. Energy. Positivity. Positivity. Ash Khan. Zamzamin. Zamzamin. Okay. Come on. Come on. Happiness. Smiles. زين. أحد ثاني؟
تمام. عندنا فهدة من كيوبي هذا الشهر في هدايا منهم، فحابين بس فهدة تبغى تعطي نبذة عن البرودكت وكيف يستخدم. فهدة في شخص ثاني حابب يطلع بال 30 سكند؟ واحد اثنين باقي شخص؟ يس اوكي. او حسن هاي our speaker of January. أهلا صباح الخير. إحنا كيوبي، إحنا ديزاين ستوديو بيس في البحرين. إحنا sponsoring the morning هالشهر. فا what we did here، تعرفون كيف دائما في paper waste مرة كثير نستخدم ورق ونرميه بالهبل. اللي سويناه إننا أخذنا كل الويست من مكتبنا، من بعض المطاعم اللي نشتغل معاها، the old menu، the القعدات اللي تحت الصحون، we recycled it، و during the process حطينا بذور مع الورق عشان whenever you're done with the paper instead of throwing it you can plant it. What we have here is plant your emotions kit. You'll be getting the pot هذا، we'll be getting also the paper. You can write whatever you want on paper, either something positive or something negative. If it was something positive, كأنكم بتشوفون أفكاركم الإيجابية تنمو قدامكم. If it was something negative, it would be nice. كأنك you're letting out حرة طلعتوها. كأنك you're getting a plant in exchange for your negativity. I can help you now at the station. Take your kit and gather it. وبس. فهدة لا حد ينسى ياخذ الفات مين يس حسن. Assalamu alaikum. Good morning, everyone. How many of you need help with public speaking? Raise your hand. We all do. Great. So, inshallah, on Thursday, March 28th, Professor Robert Colangelo, who is from Boston, Massachusetts, will be delivering a public speaking training class at The Space. Have you heard of The Space? That's where the last Creative Mornings event was. So again, it will be Thursday, March 28th. The title of the class is 60 Seconds to Leverage Interest. Again, 60 Seconds to Leverage Interest. And don't miss out on the opportunity. I think it will be a great chance and opportunity for everyone to develop their public speaking skills. If you have any questions, I'm wearing a Harvard hat. And the course costs 450 reals. You can register at masterme.co. Masterme.co. Thank you very much. أتمنى ويستمر 30 سكند. صباح الخير جميعاً، معكم سارة اليعقوب من فريق بودكاست قصة. لأننا نؤمن أن القصص من أهم وسائل التفاعل الفعال، بدأنا بودكاست قصة لأن أي قصة نسمعها تأثر علينا وتعلمنا درس مهم. فأي أحد عنده قصة حاب يشاركنا، سواء مرتبطة بمشاعر الحب الفرح أو حتى لا سمح الله الفقد والحزن، تقدر كل اللي عليكم إنكم ترسلوا لنا إيميل وراح نتواصل معاكم ونسجلها. كل اللي طلعوا في الفقرة تقدروا تروحوا عند عنود المالك. يس ممكن يبوست الأشياء اللي قلتوها على السوشيال ميديا. مرحبا، أنا حنين أيمن من استوديو فريز. إحنا نقدم منتجات فنية، وإحنا منتجاتنا كانت زمزمية. قلت زمزمية لأنه هو منتج فني ووظيفي في نفس الوقت. من الفخار زمزمية تحفظ الماء طبعاً، ترجع الماء قرويتها، وبس إن شاء الله يعني في نفس الوقت هاند ميد مصنوع جدة من بلد السعوديات. في شخص كمان؟ يس فخار. خلاص اوكي.
طيب قبل ما أختم هنا عندنا باركود إذا ممكن بس تصوروه تعطونا your data نحتاج منكم الداتا عشان والله كثير من الشركات ما شاء الله جاية تسألنا عن يعني talents فنحتاج منكم الداتا عشان نوزع للناس زي ما قلت إحنا هنا creative morning عشانكم ونحاول قدر المستطاع إنه نجمعكم في مكان واحد لأنه أعرف إنكم كلكم مبدعين you are all creative we believe in you أي فكرة عندكم أي feedback سواء كان في الإيفنت أو حاجة تبغوا تحسنوها من في الرياض أو حتى globally إحنا نقدر نوصل صوتنا globally فخلينا نسوي شيء مع بعض ونكون فخورين إنه عندنا مجتمع زي كذا شكرا ونشوفكم إن شاء الله الشهر الجاي و أوكي إيش الأكتيفيتي أوكي في عندنا أكتيفيتي نسيت في أكتيفيتي برا عن الواتر يعني something related to the theme بالثريد خلينا نملي الموية الموجودة حول العالم just an activity فخلينا نسويها وآخر شيء إلى الآن مجتمع الرياض ما عنده صورة يقدر ويشارك يعني globally مع المدن الثانية إذا احتجناها فعادي ناخذ كذا صورة كاملة مع مع الحضور اوكي خلاص حتبدا نسويها كل شهر ان شاء الله اوكي خلاص الباركود كلكم الاغلب في حاجة ثانية معلش كل شوية حاجة بس النيوزلتر احنا بدينا نيوزلتر موجودة فبس سبسكرايب عليها وحنحط الباركود فيه عشان يسهل عليكم يكون في ريكاب يكون في اوبورتونيتي سواء من الجلوبال من الجلوبال بارتنرز او من اللوكال اوكي ناخذ الصورة الان شوفي لما هذه إشارة الأوكي في الدايم أوكي سوي أوكي يعطيكم العافية وخلينا networking يلا